خد عندك مثلا صراع ريال مدريد واتلتيكو مدريد، الصراع ده واضح ان هو هيستمر، وحط ريال مدريد تحت ضغط ان هو ساعات بيضطر يلعب بالاساسيين، بس تحس ان ريال مدريد اختلف جدا بعد فوز برشلونه على اتلتيكو مدريد، بعد ما الفريق ماشي بشكل كويس وقادر ان هو يحقق الفوز ورا الثاني، بعد ما خسر اتلتيكو مدريد امام برشلونه، ريال مدريد كان بينه وبينكم حاول يقرب من برشلونه ولا خلى اتلتيكو مدريد يبعد عنه، وبصراحه زي ما انت شفت دلوقتي اتلتيكو مدريد لولا ان هو خسر من برشلونه كان زمانه في المركز الثاني بعد ما الريال خسر امام جيرونا 4-2. في فرقه بقى بتلعب في المنطقه الدافيه، انضم لهم اشبيليه وسيلتا فيجو، اتلتيك بلباو وساسونا، كلها فرق بتكسب في مباريات وبتخسر احيانا بدون لازمه، يعني اتلتيك بلباو قدام اشبيليه على سبيل المثال كان المفترض ان هو يكسب، خرج من المباراه دي رغم ضعفه الكثير من الفرص بركله جزاء في الدقيقه 90 عشان يسجل منها لوكاس اوكامبوس هدف غالي جدا لاشبيليه خلاه يوصل لمنطقه ما كانش يحلم بيها.